معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم المنصة الإلكترونية الجديدة لمركز خدمات المطورين العقاريين إتمام، والتي تشمل البوابة الإلكترونية وتطبيق الهواتف لتقديم نحو 36 خدمة إلكترونية بهدف تسهيل وتسريع عملية التقديم على طلبات التراخيص والاعتمادات من خلال منصة إلكترونية واحدة تضم كافة أطراف العلاقة. للاستزادة حول هذا الموضوع نسعد بانضمام الدكتور خالد العرفج المشرف العام على خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان. دكتور خالد، أهلا ومرحبا بك في أخباركم. حياك الله أخوي عبد الحكيم، وسعد الله مساك والمشاهدين بالخير. في البداية أشكركم على الاستضافة. نحن سعيدين بك دكتور. بداية اليوم دشنا التطبيق ومنصة إتمام، ودنا تعلمنا شوي عن أبرز الانعكاسات على المطورين العقاريين في هذه الخطوة. طبعا مركز خدمات المطورين إتمام يحظى بدعم وتوجيهات معالي وزير الإسكان، والحمد لله اليوم دشنا معاليه المنصة الرقمية للمركز. المنصة سوف تمكن المطورين العقاريين من الاستفادة من 36 خدمة من خدمات التطوير العقاري الإلكترونية، وذلك يكون بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاعات الحكومية والخاصة من خلال الربط بين أنظمة تلك القطاعات ومركز إتمام. كما أن المنصة تتيح الحصول على عدة خدمات إضافية، منها دعم المطورين وكذلك حجز المواعيد وتقارير إحصائية لطلبات المطور وغيرها من الخدمات. فيما يخص التطبيق إتمام، يتيح للمطورين من خلال هواتفهم الذكية على مدار الساعة متابعة الطلبات المقدمة وكذلك التعرف على جميع الخدمات المقدمة من خلال المنصة. وصمم التطبيق ليقدم تجربة مميزة وكذلك تجربة مناسبة لاحتياجات المطورين العقاريين، تسهل تقديم وعرض الخدمات بناء على هوية كل خدمة مقدمة ضمن التطبيق. جميل دكتور، حنا شاهدنا في الفترة الماضية ربط المركز مع أمانة الطائف لإصدار رخص البناء، ممكن توضح لنا كيف هذا يعود بالنفع على السوق العقاري في محافظة الطائف وبشكل عام؟ ولله الحمد، تم يوم الخميس الماضي ربط إلكتروني بين مركز إتمام وأمانة محافظة الطائف، وذلك لإصدار رخص البناء. وهذا الربط يعد من أهم الخطوات في طريق تيسير أعمال القطاع التطوير العقاري، وهو كذلك يعد من أهم الحوافز لنمو وزيادة الاستثمار في هذا القطاع. الربط يمثل النموذج بين تكامل الجهات في التطوير العقاري، ويركز على تسهيل أعمال المطور العقاري وكذلك الارتقاء بخدمات المقدمة له. الربط كذلك كان من أهم الأهداف الاستراتيجية اللي عمل عليها مركز إتمام، وهو تحسين القطاع العقاري بالكامل من خلال تسهيل الأعمال والإجراءات والتكامل مع القطاعات ذات العلاقة. وهذا الهدف هو من أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الإسكان وكذلك برنامج الإسكان، وهو أحد برامج الرؤية 2030. طيب دكتور خالد، أنت تحدثت الآن عن الربط مع أمانة الطائف. نعم. والأمور النافعة اللي عادت عليها. نعم. في أمانات أخرى تم الربط معها، وش الأشياء اللي أحدثها الرابط بعد أو الربط؟ طبعا هذا الربط يأتي رقم 8 تقريبا في الربط. اليوم ربطنا الحمد لله مع أمانة الرياض، أمانة منطقة الرياض لإصدار رخص البناء الفورية، وكذلك أمانة منطقة المدينة المنورة، وكذلك أمانة منطقة المدينة، أمانة منطقة عسير، وأمانة منطقة الشرقية، وكذلك أمانة العاصمة المقدسة، وأمانات محافظات الإحساء والطائف وجدة. العدد الكامل هو 8 أمانات. طبعا هذا التعاون والدعم من الأمانات التي تم الربط معها يمثل زي ما قلت روح التكامل بين جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتطوير العقاري، وذلك يحقق المستهدفات الوطنية أمانة القطاع ورفع نسبة التملك وهو إلى 70%، وهذا بحلول 2030، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للبرنامج.
كان لها اثر على تيسير اصدار رخص البناء الالكترونيه، تم الاستفاده من هذا الرخص بشكل كبير خلال الجائحه، وكذلك تم اصدار الكثير من رخص بناء المشاريع عن طريق هذا الرخص. جميل، ما شاء الله، كل هذا الانتشار في هذه المناطق بإذن الله دكتور أن يعم نفعه جميع هذه المناطق وعلى القطاع العقاري بشكل عام إن شاء الله. شكرا لك على هذه الإيضاحات. الله يحييكم. شكرا دكتور خالد. شكرا للإضاءة. الله يعطيكم العافية. شكرا لك. كان معنا الدكتور خالد العرفج المشرف العام على خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان. هذه الخطوات وهذا الانتشار في جميع مناطق المملكة بإذن الله أنه يحدث تطور وأيضا تنظيم في القطاع العقاري ويعود بالنفع على الوطن وأيضا على المواطن. صحيح عبد العزيز.